السلام عليكم شباب، وياكم مرتضى الجليحاوي. اذا تريد قيمه مقابل سعر، هذا افضل جهاز يقدم لك قيمه مقابل سعر، منو؟ الريلمي جي تي نيو 2. هذا واحد من الاجهزه الفوق المتوسط، مو متوسط، فوق المتوسط، يقترب من الفلاكشيب. مواصفاته حلوه وسعره جدا مناسب. هذا الجهاز هو الريلمي جي تي 2 او نيو 2. هذا واحد من الأجهزة تقدر تقول أنا حقيقة يعني أبهرني مواصفاتها مع سعره. هذا جهاز حاليا إذا تريد تسأل على مواصفاته راح تشوف أشياء بي جدا خرافية. وشركة ريلمي واحدة من الأشياء اللي زودتها بهذا الجهاز إنه زودت حجم الشاشة. حتى الجهاز حجمه ثقيل، يعني أول مرة أشوف جهاز من ريلمي حجمه ثقيل. هذا اللون الأسود اللي ما عجبني، لو لون الاخضر يكون احلى وارتب، وحتى تشطيبة الالوان تكون احلى، يعني حتى جمالية الجهاز تكون شيء ممتاز. صناعة الجهاز جدا حلوة، الالوان معتنية بها الشركة، طبعا جوا العدل وفوق شوية عدل، الحناءات بالظهر وبروز الكاميرات بالخلف بالالوان يجوز يشوف شيء يختلف عن هذا الجهاز الان باللون الاسود. مع ما انه هذا الجهاز يدعم دو سبيكر، عندك دولبي اتموس بالجهاز ويدعم سماعتين، مع انه السماعة الخارجية الثانية راح تكون نفسها سماعة الاتصال. هذا الجهاز يمتلك شاشة جدا كبيرة، هي 6.62 فول اتش دي بلس من نوع اموليد، وشاشة جدا كبيرة بالنسبة لاجهزة ريلمي، لان ريلمي اكثر اجهزتها صغيرة الحجم. نعم، هذه الشاشة تدعم ال 120 هرتز والعشرة ال اتش دي ار 10 بلس. طبعا هذه الشاشة ب 1300 نت، سطوع جدا عالي، الوانها جدا حلوة بالإضاءة العالية وبالإضاءة المنخفضة، جو أشعة الشمس بالخارج وبالداخل، ما عندك أي مشاكل باستخدام هذا الجهاز. نعم، هذا الجهاز يدعم الغوريلا جلاس 5، وهذا الشيء جدا رائع من الشركة. مع ما أنه هذا الجهاز يعتبر جهاز فوق المتوسط، لكن جهاز ممتاز، الأداء جدا سريع وسلس بالاستخدام الشخصي، ما واجهت أي مشاكل بالنسبة لهذا الجهاز. ليش؟ لأنه عندي 120 هرتز، وهذا الجهاز اللي يكون معالج سناب دراجون 870، نعم رام 12 جيجا 256، مع هذا يدعم زيادة الرام اللي هي 7 جيجا، فإضافة 7 جيجا مع ال 12 جيجا راح يصير 19 جيجا، وهذا الشيء جدا ممتاز، راح ينطيك قوة بالأداء أو سرعة متناهية، ما راح تمل من الجهاز ولا راح يتحلق ولا يصير عندك أي تعليق أو تهنيك. نعم هي ذاكرة افتراضية 7 جيجا، لكن راح تقوي لك أداء الجهاز يكون أفضل من السابق. نعم هذا الجهاز بنظام الأندرويد 11 وواجهة ريلمي اليو آي 2.0، ويجي تحديث رسمي بتحديثات القادمة، ممكن راح ينطرح إلى التحديث الأندرويد 12. واجهته جدا سريعة وسلسة، وهنا حتى واجهة ريلمي أحبها هي واجهة أوبو، لأن ما بيها مشاكل، ما بيها ذيك التعليق وذيك التهنيك، فما راح ألاقي أي مشكلة من أستخدم هذا الجهاز. هذا جهاز بذواكر 128 ورام 8 جيجا، لكن هذه النسخة اللي عندي هي 256 و 12 جيجا، وأنا أشوف الجهاز جدا ثقيل. ليش ثقيل؟ هل انه ادوات الجهاز كبار؟ لا، بما انه شاشته 6.62، الشركه ما خلتك تقول يا ابا انتم خلي لي بطاريه صغيره، لا، نزلت لك بطاريه 5000 ملي امبير، والشيء الرائع بالجهاز انه يدعم الشحن السريع 65 واط. انا شركه ريلمي حقيقه يعجبني اداء اجهزتها، خاصه اذا بطاريه كبيره وعندك شاشة كبيرة وشحن سريع 65 واط، ما راح تهتم، خلال دقائق راح يشحن من 0 إلى 100%، يعني بحدود 35 إلى 40 دقيقة، 36 دقيقة يشحن من 0 إلى 100%، وهذا شيء جدا رائع، يعني شاحن فائق بالنسبة للجهاز. نعم هذا الجهاز بالنسبة للكاميرات راح يجيك بعدسات، 3 عدسات أساس، الأساسية راح تكون 64 ميجا بكسل، هاي العدسة راح تكون فتحة عدسة 1.8، أما العدسة الثانية الألترا وايد راح تكون 8 ميجا بكسل، العدسة الثالثة راح تكون 2 ميجا بكسل. هذا الجهاز يصور لك 4K 60 إطار بالثانية و30 إطار بالثانية، يعني تصوير ممتاز. نعم أنا صورت به فيديو، صورت به صور، الألوان انطانيها حلوة، الفيديو انطانيها حلو، مع ما أنه عزل بالفيديو جدا قليل، الفوكس مو سريع، يعني ما يلقطها بساعة، لكن من نتيجة الفيديو بشكل عام الفيديو به ممتاز. هذا الجهاز أنا باستخدامي الشخصي أقدر أنطيه حدود 7 إلى 8 بالعشرة مع السعر اللي تدفعه. كل إحنا نعرف أنه تسألني بالتعليقات إيش قد سعر هذا،
واذا انت ما واصل لهذا الوقت بالحلقه اكيد ما راح تعرف سعره. سعره حاليا ينباع ب 425 دولار او 415 دولار، فهذا السعر انا اشوفه سعر جدا ممتاز مع قيمه المواصفات اللي ينطيك اياها وشركه ريلمي. ما بيها مشاكل بالسوفتوير بالهاردوير، ما بيها مشاكل كبيره، حجم الشاشه كنا النقي، يعني احنا الجي تي اللي مواصفاته جدا قويه، شاشته 6.4، يعني لو كان 6.6 يكون واحد من المواصفات الممتازه. يعني هذا الجهاز يمتلك تقريبا مواصفات حلوه، شاشه كبيره، بطاريه كبيره، كاميرته حلوه، وسعره جدا مناسب. مع هذا الجهاز يمتلك، اذا بالنظام تحكي انهم خليلك الالعاب، ميزه الالعاب، وضع الالعاب من تضغطه بالجهاز راح يفعل لك وضع الالعاب، وراح يوقف لك الاشعارات، ويوقف لك الاتصالات، ويوقف لك هواي اشياء، وحتى هو الضبط بتقدر تخلي هواي اشياء بالالعاب من تلعب ببجي بهذا الجهاز، او تلعب العاب مثل كول اوف ديوتي. وطاني اداء جدا متميز بهذا الجهاز. هذا الجهاز واحد من الاجهزه اللي لو اني استخدم اجهزه فوق المتوسطه راح يكون واحد من خياراتي اللي ما اتوقع راح اعبره، لان واحد من الاجهزه يقدم لي ثقه بانه اخذ من شركه ريلمي. شركه ريلمي جاي استخدم اجهزتها وقليل مشاكل القي بها، الا اللهم بعض الاجهزه، لكن هذا الجهاز ما اتوقع راح يجي بالمشاكل اللي انا خايف من عدم من شركه ريلمي. نعم هذا الجهاز متوفر وممكن تجي تحديثات قادمه. انا عجبني بالصوت المفخم الموجود به حقيقه، يعني صوته كلش حلو. نعم مو عالي فول فول، لكن اقدر انطي 70% الى 80%، صوته جدا عالي لان استعمل صوتين سماعتين دو سبيكر وعندك دولبي اتموس. نعم هذا الاختصارات الموجوده بالنظام جدا حلوه. نعم عندك هواي اشياء اضافت لك اياها الشركه، قلت لك وضع الجي تي، وعندك قفل التطبيقات وقفل الشاشه، كذلك هواي اشياء اضافت لك اياها بالاختصارات. باعلى الشاشه من تنزل راح تحصل هواي اختصارات، يعني حتى اتصال بالبي سي وعرض الشاشه على التلفاز، لان كل الموجودات بالاعلى. مع ما احنا كنا نفقد او هاي الاشياء او ما نحصلها باغلب اجهزه ريلمي. يعني هذا الجهاز تقدر تقول سوفت وير وهارد وير، حتى الحاسبه مخلت لك اياها، الحاسبه هاي اللي تستعملها للحسابات الشخصيه، حتى الحسابات اللي راح تكون علميه هم تقدر تستخدم هاي الحاسبه. يمتلك شاشه كبيره، يمتلك بطاريه كبيره، يمتلك سعر مناسب، يمتلك مواصفات جدا حلوه. كل هذا بوكاله رسميه، يعني من تاخذ هذا الجهاز بيكون مدعوم هذا الجهاز تحديثات اول باول، ومدعوم اكسسوارات سوفت وير وهارد وير، واكسسوارات موجوده به، صيانه موجوده به حسب ما تقول الشركه. ممكن انت راح تنصدم بعد ما تاخذه، لكن انا هذا الجهاز حقيقه واحد من الاجهزه اللي عجبتني، يعني حتى بعد ما استخدمته انا دورت او ظليت افتر عليه على مود القفل عيب، واقول انه هذا الجهاز عيبه هيك شيء، او هذا الجهاز الشركه باخله به هيك. نعم اذا تقول لي على الشاشه بها حواف، نعم بها حواف، اجهزه يعني فوق المتوسطه، او اقول اقل من الفلاكشيب. تصور انه راح تنطيك شاشه بدون حواف، ما تصورها. ترى راح تعطيك شاشه اج بهذا السعر، ما اتوقع. ال 425 دولار هواي افضل لك من الاونر 50 اللي سعره فوق ال 400 دولار. هو بجهاز متوسط، قصدي معالج متوسط. هذا الجهاز واحد من الاجهزه اللي يقدم لك قيمه مقابل سعر، خاصه اذا انت مستخدم اجهزه ريلمي. اما اذا ما مستخدمها، انا اشوف يعني واحد من الاجهزه اللي ما اتوقع، يعني اكو شركه شاومي موجود، لكن باقي الشركات مثل سامسونج لا تجي بعد متوسط، ما تحط لك فلاج شيب معالج بهذا السعر. يعني شركه ريلمي وشركه شاومي تقريبا ما جاي ينافسهم شخص او شركه بهذا السعر. اذا تريد تجيب 400 دولار او 425 دولار، ايش راح تاخذ؟ وها رام 12 جيجا 256، يعني فشي راقي بالنسبه لهذا الجهاز. انا اشوف واحد من الاجهزه الممتازه اللي يقدم لك فعلا قيمه مقابل سعر. نهايه الفيديو، اتمنى عجبكم الفيديو، لا تنسى الاعجاب والاشتراك بالقناه. وياكم مرتضى الجليحاوي، وفي امان الله.